مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. أول ظهور الحياة العالمي اللي هي الأم ديال المختفي تهامي بن ناني. مشاهدينا الكرام، حياة كانت في كندا، عدد كبير من المغاربة كيطرحوا السؤال علاش مشات، الأسباب المسببات. ما حضرتش جوج جلسات ملف تهامي بن ناني، قضية رأي عام، عدد كبير من المغاربة متبعي القصة ديالو. هناك حقائق ومستجدات في الموضوع وأسئلة جوهرية في الموضوع كي تطرح في الرأي العام غادي نشوفوها مع حياة. حياة، جيتي للمغرب على سلامتك، الأسباب ديال السفر ديالك لكندا، الرأي العام، تبع القصة ديال المختفي تامي بن ناني، إذا كان ممكن تنور الرأي العام على هذا السفر والأسباب ديالو. السلام عليكم، عدنا والعود أحمد. السفر ديالي لكندا كان عنده عدة أسباب، منها توحشت بنتي لأن مشات تستقر تما وخصني نرتاح ونطمئن على بنتي. منها مشيت ناخذ قسط من الراحة لأن راه ماشي ساهل شنو داز عليا، راه الرأي العام عارف شنو كاين. ومنها هذا 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 الشق زعما شخصي. بالنسبة للرأي العام، من حقه يتساءل كونه تبنى هذه القضية ديال تامي بن ناني والأم ديالو، من حقه يتساءل هذه الأم علاش مشات لكندا وشنو الأسباب باش مشات وظروف فاش مشات. أنا غادي نطمئنكم، أنا مشيت على أساس حالة، على أساس يعني مسألة شخصية، هو أنني بنتي يلا تخرجت وتزوجت واستقرت في كندا، يعني أنا يعني بنتي مشات، خاصني نعرف بنتي فين كاينة، نعرف ظروفها ونطمئن على الاستقرار ديالها. والحمد لله المسائل كانت مزيانة. ومن ناحية أخرى أنا ناخذ قسط من الراحة لأن راه ماشي ساهل شنو داز عليا، وضغوطات ديال 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 لافيغ ديال تهامي وضغوطات ديالي الشخصيه والاسره ديالي، وراك عارف يعني بغيت نرتاح. وحاجه اخرى اكيده هي اللي شت المسائل طوالت ومازال غادي طوال، قلت انا ندير واحد الفاصل بين السابق واللاحق اللي هو انني نرتاح واحد شويه، عارفه ما غيوقع والو، ما عارفه مع مسائل مازال بعيده. هذا من ناحية الشخصية. من ناحية ديال تهامي، مشيت كذلك ومثال، ما تنساش هذاك الشغل، راه عندي شغل شاغل. مشيت عاوتاني، كان من 2007 وانا كنطرق في البيبان بالاشكال وبالالوان، خديت هذا اللون حتى هو ديال كندا. مشيت لعل وعسى نصيب اذان صاغيه، نصيب الناس اللي غادي يوقفوا معايا، والحمد لله صبت اذان صاغيه وصبت الناس واقفين معايا وتسمعوا لي وازروني. وهذا الباب ديال انني ندقوا باش زعما ندعم في المساله ديال تامي، يعني راه عندها واحد السبب اللي هو شكل المساله ديالي هنا طالت، وكل ما كانت راي عام ورأي دولي ووطني كل ما مزيان، كل ما في صالح القضيه، في صالح تهامي. دابا تهامي ما بقاش ديالي بوحدي، راه ولا ديال الجميع. يعني انا براسي وليت ديالكم، لان انتم هما السند ديالي. واخا كاين واحد الاقليه قليله سامحها الله، ما غاديش نقول لك ليكسبسيون كونفيون با لا ريغل، يعني ما ماشي مشكل. اذا الراي العام انا طمأنيتو، وانا قلت لي علاش مشيت، وهنا رجعت ونعاود نقول بسم الله في الشق الثاني ديال من بعد الجلستين. هذه مقدمة شرحتي فيها ما هو ما هو شخصي وما هو المهمة اللي عدد كبير من المغاربة يعرفوها ومهتمين بها. السؤال الأول هو الحضور ديالك، ولا في الوقت اللي شافوك الناس في كندا كانت عندك لقاءات مع مغاربة اهتموا بالملف ديالك، عودوا ليك، حسيتي بهم، حسوا بك، كيفاش كان النقاش واللقاء ديالك بيهم؟ هو الشهر الاول انا ما قصت شهرين في كندا،
الشهر الاول داز يلاه في يلاه كنكتشف، يلاه كنولف، يلاه كنتسارى، يلاه كناخذ الراحه ديالي. من جملة المسائل اللي زاولتها تما، كنمشي كنتلاقى بناس، كنتلاقى كاين عندي العائله تما. مشينا لواحد واحد المقر منظمه الديار الكنديه، كوم كوا العرب كلهم ولا الاجانب كلهم سورتو المغاربيون دايرين كيديروا حفلات بشتى الالوان، هاللون البربري، هاللون الفاسي، هاللون المغربي، هاللون الوان كثيره. يعني مشيت وفوق ما كنمشي لتما كنصيب ناس يا من المغرب يا خارج المغرب يا خارج هذا، كيتضامنوا معايا وتيجوا عندي ويسلموا عليا ويقولوا لا احنا متضامنين معاك، وحنا قضيتك راه قضيتنا، وحنا ما رحنا فين ما بغات توصل رحنا غنبقاو معاك، واخا انت تنازلي احنا ما غاديش نتنازلوا. يعني وتياخذوا التليفون ديالي وتولي اللي تيعاونني بجمعيه، اللي تيعاونني بمعرفه، اللي تيعاونني بهكا وهكا. المهم دازت المسائل بخير وعلى خير، على اي انا تكونت فيا واحد الشحنه، واخا ما حسيتش بالغربه بتاتا، ما حسيتش بالغربه نهائيا. الشهر الاول دوزته ممتاز، يعني كله كنت عارف مع الناس، كله في نقاشات الى اخره. الشهر الثاني هو اللي بديت كنعيش الجواب ديال داك الشهر الاول، يعني اللي عطاني رقم، اللي عطاني عنوان ديال شي جمعيه، اللي عطاني عنوان ديال شي محامي، اللي لقاني بهادي، اللي لقاني بهذا، اللي الى اخره. المهم كاين في خضم داك الشهر الثاني كانت ملحمه تهاميه. انا غادي ننطلق من هذا الختم اللي عطيتيني، هذه الملحمه، هذه الاستخلاص ديالك فيها في الحضور، مجموعه من النقاط كتطرح في الراي العام. عطيتينا الشق الانساني والاجتماعي ديالك بنتك، هذاك لا يناقش. الشق ديال القصه ديال تهامي، شنو هما الخطوات اللي درتي وقدرتي توصلي الامور ايجابيه اللي غتساعدك في الملف، انطلاقا من الواقع اللي المغاربه كلهم عارفينها، هما الشاهدتين موضوع النقاش اللي مطلوبين في القضاء، هما في كندا وانت في كندا. الطريق الاسمى والارقى للوصول للهدف اللي هو الحسم في هذا الملف، شو اللي دارت الأستاذة في هذا الموضوع وهي في كندا؟ نعم سي يوسف، هي المسائل يلاه بدات، يعني دابا بحال اللي غتقول يلاه فرشنا، باقي انا هنا وغادي يجيني الجواب، انا هنا وغادي نتوصل بشي مسائل. غير شفت السيد المحامي اتصلت به، المهم ذكرنا، عطاني معطيات وعطاني خطوات اللي غنمشي عليها، انطلاقا من واحد المعطى خاصو يكون نعطيه له باش عندك الساعات باش عندك الساعات يكون ما عنده يد قويه في لافير ديال تهامي. اما باش نقول لك زعما كاين دابا شي حاجه، لا انا انتظر، لان يلا شهر، يلا شهرين، شهر دوزتو راسي وشهر دوزتو على تهامي، يعني يلا فرقت، مشيت عند هذا ومشيت عند هذا وصافي، يعني مازال ما كاين والو. هذا الجواب كما عطيتي ليا وانت تتحفظي منه. عاود نمشي ان شاء الله مره اخرى، لان وعدت داك الناس درت معاهم واحد الميعاد اننا غادي نعاود نمشي، لان خصني نباشر مسائلي برجليا، خصني نمشي. شي حاجه غتوصلني لهنا وشي حاجه غنمشي لها برجليا ان شاء الله باذن الله. انا غنشوف معك في نفس الموضوع، مساله اللي كان تكلموا عليها الدفاع ديال الطرف الثاني، انه ما كاينش اتفاقيه دوليه، ما كاينش لانتربول، يعني بانه ممكن يجي امر من المغرب باش يجيو هاد الشهيده اللي هي موضوع النقاش في الموضوع. انت كنتي تما استفسرتي على الامر، واش كاين هاد الباب، واش كاين مغاربه اللي ممكن ان الدوله الا بغاتهم عن طريق لانتربول ممكن انه يجيو بالتنسيق ديالها مع كندا، فين شنو لقيتي في هذا الموضوع؟ نعم، رجال القانون اللي اتصلت بهم تمايا قالوا لي ممكن مسألة وقفة على واحد الوثيقة خصني نعطيها لهم، أما راه ممكن على حسب ما قالوا هما، لأن أنا لا أدري شيئا في القانون. هذه الوثيقة منك أنت ولا من الدولة؟ من المحكمة. نعم من المحكمة إن شاء الله. هذا موضوع الشهادة، شنو هي الأمور اللي شافت الأستاذة حياة باش يطمئن القلب ديالها أنها توصل للهدف، أمور أخرى، نقاط أخرى اللي كتشوفها مهمة في الموضوع وهي في كندا، تما اللي قدرات أنه تبحث وتوصل ليها اللي تساعدها في المسار ديال الملف؟ سيوس باقي ما وصلنا لوالو في كندا، باش نكون واقعيين،
اما باش اللي غادي نافيرمي ولا غنجزمو هو انني انا عندي ثقه كامله في القضاء ان القضيه ديال التهامي غادي تبان وغتاكلطا وغيبان كل شيء باذن السميع العليم. هذه قناعه عندي، ربي مبرد عليا انني هذه المساله غادي نوصلوا ليها. سا دوموند دو طون. مي انا عندي معك سؤال اخير، اتعطيني شيئا من الاجوبه المتحفظه وتحفظي في الجواب وغادي يبقى حقك. السؤال الاخير انه في واحد اللايف ديالك خرجتي فيه انت من بعد ملي سمعتي الناس ما كانوش عارفين بلا في كندا ساقوا الاخبار فئه تناقش الموضوع، فئه اخرى كانت فيه شيئا ما بعض الامور اللي انت ما عجبتكش، وانت تجاوبي بانك انت كنتي في اطار ما هو شخصي اللي كيتعلق بك بطبيعه الحال وبنيتك، وفي نفس الوقت لك امور وطريقه ممنهجه من اجل الوصول للهدف، وانت تتكلم بواحد الطريقه فيها نوع من الاريحيه انك متشجعه انك في خطوات ايجابيه. الخلاصه اللي بغيت من عندك، هذه الخطوات اللي مشيتي بها واش شفتيها انت ايجابيه اللي جيتي دابا للمغرب، واش توفقتي ولا لا في الاشياء اللي بغيتي توصلي ليها في هذا الملف؟ ايوا باش نقول لك توفقت، مازال ما توفقت، اما انما في الطريق ان شاء الله. ما يمكنليش شهر، ما يمكنليش ندير كل شيء. حنا قضية التهامي دازت 15 عام، مشي لكندا باينة عايشة وضحوها ماشي تحل المسألة، ما يمكنش. إذا المهم الأرضية ماشي هشة، أرضية شادة بإذن الله وغادي يكون الخير. أنا كنواعد الرأي العام غادي يكون الخير. الكلمة الأخيرة ديالك للرأي العام، وأنت إن شاء الله غتكوني في الجلسة المقبلة يمكن أعتقد 20/7 باش كتجاوبي الرأي العام على كاع الأسئلة اللي كانت كتطرح عندك. نعم. هو رأي العام جزاه الله خيرا، مازال كنقولها كنعاودها، رأي من ذهب ونضال زعما قوي لما توقعتوش، ولكن تبقى التهامي كان ولد كان ولد الأسرة ديالنا ولا ولد الشعب. ملي ولا ولد الشعب يعني بحال اللي الا بغيتي تقول واخا نخدم غير شويه الشعب غادي يكمل باذن الله، والشعب داخل المغرب وخارج المغرب. انا كنت تمنيت يكون هذا هو السؤال الاخير، ولكن تطرح سؤال اخر. بغيت نقول لك استاذه تعطيني المقاربه بين تصريح في الصحافه المغربيه والصحافه الدوليه. في الصحافه الدوليه في كندا دويتي بطريقه اخرى، عطيتي معطيات، وحنا شيئا ما الكلام ديالك يلف شيئا ما التحفظ، تتحفظين اكثر. ما هو الفرق؟ هذا هو السؤال الاخير. الخرجه ديالي الاعلاميه درتها في كندا راه ان شاء الله نهار 2 او نهار 3 تبان، راه بخاسك هكا، حيت انا راه وطنيه وبنت بلادي وما نهضرش في بلادي، والقضاء ديالنا فوق راسي، فوق راسنا كاملين، يا هنا يا نقولها هنا يا نقولها ليه. حنا عندنا الله والقضاء هو اللي غادي نصف قضيه التهامي. اما باش نقول لك زعما راه قلت شي تصريحات اخرى، انتم غادي تشوفوا فيديو سي لا ميم شوز. كل حاجه كتاخذ وقتها سي يوسف، هذا هو اللي بغيت نقول لك، كل حاجه كتاخذ وقتها. على سلامتك، والله يحفظك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حاولت ما امكن مجموعه من الاسئله تطرح في الراي العام ضد الشمع الاستاذه، ويبقى لها الحق ان تجيب كيفما تريد. مشاهدينا الكرام، ملف تامي بناني ملف عدد كبير من المغاربه متبعين القصه ديالو. الان فين وصلنا؟ يبقى الحال على ما هو عليه الى ان يصدر القضاء الحكم فيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.